وللحديث عن جريمة اختطاف الناشط والصحفي باسم الزعاك ودلالاتها واستمرار هذه الجرائم في البلاد، معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات حسن هادي. أهلا بك معنا سيد حسن. حياكم الله، مساء الخير عليكم أستاذ. مساء الأنوار، أهلا بك سيد حسن. ماذا يعني لكم اختطاف الناشط والصحفي باسم الزعاك في هذا التوقيت بالذات بعد تغطيته لتجمع أنصار الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات في منطقة الكرادة في بغداد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم على كادر قناتكم الوقار أستاذ. حقيقة يمثل اختطاف الناشط باسم الزعاك نكسة أمنية جديدة بالنسبة للحكومة العراقية، والتي لحد هذه اللحظة لا تستطيع حتى حماية نفسها من هجمات الميليشيات والاعتداءات المتكررة والتهديدات التي تقوم بها الميليشيات على أعتاب بوابة الخضراء، حيث خرج الناشط باسم الزعاك بين خيام الذين كانوا يعتصمون من أجل الانتخابات والاعتراض عليها، وكان يصور بين الخيام ولم يكن يحمل سلاح ولم يكن يهدد أمنا ولا شيء من هذا القبيل، حيث تم اختطافه بين تلك الخيام ولا نعرف مصيره لهذه اللحظة، ولا يوجد أي ردة فعل حكومية ولا شعبية ولا من الناشطين. لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا الإهمال؟ لماذا هذا عدم التصدي لمثل هكذا ممارسات وتكميم للأفواه، حيث عادت لنا التقارير البعثية من جديد؟ وعلى شاكلة التقارير البعثية السابقة نرى أن مدير ناحية كبيسة يكمم أفواه أهالي كبيسة في محافظة الأنبار، حيث ناشد أحد أبناء الناحية مناشدة بتحسين الخدمات، قام برفع دعوى شكوى ضده لتكميم أفواه الناشطين. طيب سيد حسن، بالنسبة بالنسبة للجهة المختطفة، وهذا ما يجري في محافظة ذيقار أيضا، هذا ما يجري في محافظة ذيقار أيضا من تكميم للأفواه، حيث أن الناشطين هنا يتعرضون للضغوطات وتكميم للأفواه والشكاوي والدعاوى الكيدية ضدهم، حيث ما يكتشفون الثغرات والفساد في مفاصل الدولة يكون هناك عليهم دعاوى قضائية كيدية واستدعاءات سيد حسن من أجل تكميم الأفواه وتقييد الحريات. نعم سيد حسن، بالنسبة للجهة التي قامت باختطاف يعني هذا الناشط، هل هناك شكوك عن هذه الجهة، عن هوية هذه الجهة؟ نعم، تم اختطافه بين الخيام المعتصمين المعترضين على نتائج الانتخابات. من تظن ان تكون الجهة؟ واخر كلام كان يدور بينه وبين امن تلك الخيام الموجودة هناك، هم من قاموا باختطافه. نعم، لكن يعني اين وعود السلطات الحكومية بحماية الناشطين والصحفيين في البلاد، والى اي مدى تتحمل الحكومة مسؤولية ما يجري فعليا؟ نحمل الحكومة المركزية وكافة الحكومات المحلية بحماية الناشطين في جميع محافظات العراق، وكذلك هيئة حقوق الإنسان وكل ما يعنى بحقوق الإنسان في العراق، كافة المسؤوليات بما يجري من اختطاف واغتيال وتفجير وتهديد ودعاوى كيدية بحق الثوار وحق الناشطين المدنيين الذين يحاربون الفساد بطريقة سلمية وحضارية كفلها لهم الدستور العراقي عن طريق الاحتجاج السلمي، وكذلك عن طريق التظاهر وعن طريق الوقفات ضد هذا كذا ممارسات. وعليه فإن الحكومة تتحمل كافة المسؤوليات والتبعيات لما تقوم به الميليشيات والجماعات المسلحة من اختطاف وقتل الناشطين. نعم أستاذ. لماذا لا يتدخل برأيك، لماذا لا يتدخل القضاء في محاسبة المتورطين بقتل واختطاف الناشطين في البلاد؟ لا نعلم، هذا السؤال كان المفروض أن يوجه لهم، لماذا لا يتدخلون؟ منذ سنتين وليومنا هذا نطالب بالقضاء الأعلى، وخرجنا بمظاهرات أمام مجلس القضاء الأعلى، وأوصلنا صوتنا لرئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان، وطلبنا منه مرارا وتكرارا أن يفتح ملفات قتل الثوار والمتظاهرين في ثورة تشرين الخالدة، حيث طلبنا منه ذلك مرارا وتكرارا واكدنا عليه، ولكن لم نلقى اي اذن صاغيه ولا اي استجابات لما طالبنا به. وعليه فاننا نطالب بتدويل قضيتنا، وهي قضيه استشهاد ثوار تشرين 1800 شهيد الذين قتلوا بدم بارد، والذين خرجوا سلميين لا يحملون سوى العلم الوطني عراة صدور، ونطالب بتدويل قضيتهم
أمام الرأي الدولي العام وإيصالها إلى مجلس الأمن الدولي بعدما عجزنا من مطالبة الحكومة العراقية الحكومة المركزية بأن تجد لنا حلا وأن تتدخل وتأخذ الحق من القتلة والمجرمين. طيب مندوبة الأمم المتحدة موجودة للقضاء والمحاكم. نعم سيد حسن، مندوبة الأمم المتحدة موجودة في العراق بكافة الأحوال، هل هناك تعويل حقيقي على دور للأمم المتحدة فيما يجري بحق الناشطين في العراق؟ أستاذي العزيز، لا تعويل ولا أي نسبة من التعويل على هذه المتماهية مع الميليشيات ومع القتلة، بلاسخات متماهية مع الميليشيات ومع القتلة، وبلاسخات مسؤولة تقع عليها كافة المسؤوليات بما يجري في العراق من انعدام الأمن وانفلاته وكذلك انتشار السلاح المنفلت والميليشيات، وهي تتماهى وتتغاضى عن ذلك وترسل تقارير مغلوطة للأمم المتحدة. فاليوم تراها تجلس مع قادة الميليشيات وكذلك تراها تتماهى معهم وتقول إن نسبة الانتخابات حتى لو كانت 1% سيكون معترف بها، وعلى هذا الأساس قاطعنا الانتخابات نحن كتشرينيين. نسبة التشرينيين الذين قاطعوا الانتخابات 95% يا أستاذ، وهذه الأحزاب الناشئة لا تمثل تشرين، قطعا لا تمثل تشرين، كون تشرين طالبت بمطالب حقها وهي حصر السلاح المنفلت بيد الدولة. طيب، وأن تكون دور الأمم المتحدة في جميع مراكز الانتخاب في العراق وأن تكون المفوضية الانتخابية مستقلة قولا وفعلا. طيب سيد حسن، المنفلت بيد الدولة، والأهم لكي لا نخرج عن الموضوع، ولكن لم يتم محاسبة قتلة المتظاهرين وعليه فنحن قاطعنا الانتخابات كونها تحتوي. طيب سيد على حسن، لكي لا نخرج من الموضوع، والدة الشهيد إيهاب الوزني تدعو أمهات الشهداء للمطالبة بالكشف عن قتلة أبنائهن، برأيك سيد حسن تحشيد الرأي العام والتظاهرات إلى أي مدى سيسهم في تحقيق العدالة في العراق وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب برأيك؟ نحن مع أمهات الشهداء وأمنا أم الشهيد إيهاب، القائد إيهاب الوزني تقبله الله، وكل أم فقدت شهيد في مظاهرات وثورة تشرين الخالدة. ولكن عندما تدعو الأحزاب الناشئة وتتبنى القضية فنحن ليسنا معها كثوار تشرين. أي حزب متسلق ووصولي وانتهازي متاجر بدماء وتضحيات ثورة تشرين مرفوض رفضا قاطعا ولا يمثل تشرين، وعليهم أن يتنحوا وأن لا يتكلموا باسم تشرين لأنهم ارتضوا لأنفسهم أن يرتموا بأحضان الأحزاب الفاسدة وأن يجلسوا معهم على طاولة واحدة وتحت سقف واحد، وهم يعلمون بأن هذه الأحزاب الفاسدة هي من قتلتنا، هي من قمعتنا، هي من دمرت البلاد، هي من عافت بالأرض الفساد. وعليه فإنهم أحزاب حالهم حال الأحزاب الكلاسيكية الفاسدة وسيتم الاعتجاج عليهم. شكراً، إن رأينا منهم أي اشتراك بالمحاصصة وقبول للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية المقيتة. نعم، إذن الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من الناصرية حسن هادي، شكرا جزيلا لك.